والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أخبار الرياضة مرة أخرى ميرنا إيهاب. شكرا سحر، شكرا إيمان، والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. اختتم المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الغاني غدا بملعب طنجة بالمغرب في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس لعام 2024. وكان المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. يلتقي بيراميدز الآن مع البنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم بيراميدز ب3 أهداف دون رد. ويلتقي الزمالك غدا مع المقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وفي مباراة أخرى بالدوري ذاته يواجه فريق أنبي فريق النجوم على استاد بتروسبورت. أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي عن التعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي قادما من فريق ميلان، وذلك لمدة 5 سنوات قادمة. ولم يوضح نيوكاسل التفاصيل المالية للعقد، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن تونالي انضم إلى نيوكاسل بمبلغ يقدر ب70 مليون يورو مع الإضافات، بينما سيحصل ميلان أيضا على 10% من العائدات من أي إعادة بيع مستقبلية للاعب الإيطالي الدولي، ليصبح تونالي أغلى لاعب إيطالي في تاريخ كرة القدم. انتهت أخبار الرياضة، والعودة إليكم سحر وإيمان. شكرا لك ميرنا.